طالب المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور علي عبد العال وذلك بعقد ملتقى سياسي نادي سياسي كل أسبوعين بحضور أحد الوزراء لمناقشة القضايا والملفات الجماهيرية. وأشار السويدي خلال لقائه بعدد من نواب ائتلاف دعم مصر إلى أن مجلس النواب أنجز العديد من القوانين خلال الفترة الماضية، وقال إنه لا بد من مناقشة القوانين داخل قاعة مجلس النواب بشكل أكبر مما هو عليه. وقال رئيس مجلس النواب إن ائتلاف دعم مصر يمتلك كل المقومات ليكون حزبا قويا، مؤكدا أنه لا يمكن للحياة السياسية أن تستقيم إلا بوجود حزب أغلبية.